أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية البدء في إصدار تراخيص ممارسة الأعمال وتقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة، وذلك في جميع مجالات الملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى إتاحة نشاط تقديم خدمات الملكية الفكرية للمهتمين والمختصين. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية لتنظيم ومتابعة تراخيص وكلاء الملكية الفكرية، إضافة إلى تطوير الكوادر الحالية وتوفير كوادر جديدة مؤهلة لممارسة أنشطة وخدمات الملكية الفكرية. حول هذا الخبر وللمزيد انضم إلينا من الرياض المدير التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ هشام العريفي. حياك الله أستاذ هشام معنا على التاسعة، حدثنا أكثر وبالبداية عن إصداركم لتراخيص ممارسة الأعمال وتقديم أيضا خدمات الملكية الفكرية. أهلا وسهلا أخوي أحمد، أشكركم على إتاحة الفرصة لهذه المداخلة. مثل ما ذكرت وتفضلت فيه في بداية هذا في تقديم هذا الخبر، الهيئة السعودية للملكية الفكرية أطلقت ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها لعملائها سواء كانوا على مستوى الأفراد أو مستوى الشركات أو حتى مستوى المبتكرين، أطلقت خدمة نوعية تختلف عن الخدمات التي يقدمها للمستفيدين لديها. هذه الخدمة تتعلق بممارسة الأعمال أمام الهيئة. هذه الخدمة وهي خدمة ترخيص ممارسة أنشطة الملكية الفكرية تقدم للمستثمرين في هذا المجال بحيث تتيح لهم الاستثمار وتعزيز فرص التطور والنماء في هذا المجال، وأيضا تطوير مجال خدمات أو تقديم الخدمات في مجال الملكية الفكرية. نعني بهذه الخدمات هي الخدمات التي تقدم للمستفيدين، المستفيدين سواء كانوا أفراد على مستوى المبتكرين المبدعين أصحاب العلامات أو الشركات أو حتى الوكلاء الذي يكونون وكلاء لشركات أجنبية ترغب في حماية أصولها الفكرية في المملكة العربية السعودية. نعم أستاذ هشام، عذرا ولكن باختصار للوقت، ما مدى فرص الاستثمار والأعمال في مجال الملكية الفكرية في المملكة بالتحديد؟ طبعا قبل أن أتكلم عن فرص الاستثمار إذا سمحت لي لأنه يتعلق بهذا الموضوع، أيضا الهيئة أطلقت قواعد أو لائحة ممارسة التراخيص التي تضم 25 مادة تنظم عملية إصدار التراخيص، التي تشتمل على تأهيل وتطوير هؤلاء المرخصين لتقديم خدمات نوعية يستفيد منها الطالبين هذه أو المستفيدين أو عملاء هؤلاء المرخص لهم. فرص الاستثمار، نحن نعلم أنه وكلاء أو العاملين في مجال أو قطاع وكلاء الملكية الفكرية أو محامي براءات الاختراع، محامي العلامات التجارية إلى آخره، هذا يعد الثيرد بيلرز أو العمود الثالث من منظومة أو الإيكو سيستم للملكية الفكرية، تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية. فسوق المملكة حتى الآن سوق واعد، نحن نسعى من خلال تنظيم هذه التراخيص إلى إبقاء أو الأموال الخارجة خارج المملكة العربية السعودية للتعاقد مع وكلاء ملكية فكرية خارج المملكة، إلى الاستعانة بالشركات والمؤسسات الوطنية السعودية داخل المملكة عن طريق المحامين المرخصين أو المؤسسات والشركات الوطنية المرخصة، والتي ستقدم إن شاء الله خدمات نوعية توازي الخدمات التي تقدمها الشركات العالمية. نسعى أن تكون هذه فرص الاستثمار فرص حقيقية ذات جدوى لمن يريد أن يحصل على هذا الترخيص. لا يفوتني أن أضيف نقطة هامة، نحن نتيح هذه التراخيص عبر منصة عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في 4 خطوات، في 3 دقائق يستطيع طالب الخدمة أو الحصول على هذا الترخيص، ودراسة الترخيص لا تستغرق أكثر من 3 أيام بحال إكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص. لذلك من خلال هذا المنبر ومن خلال القناة الإخبارية ندعو جميع المهتمين والمستثمرين والراغبين في الدخول في هذا المجال إلى التقديم على هذه التراخيص وممارسة الأعمال في هذا المجال الواعد بإذن الله تعالى، والذي نتوقع أن تكون هناك فرص عمل جديدة للمختصين والمهتمين بالتأكيد السعوديين بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام العريف المدير التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية.